عندنا الكوكس بتاع البلانتاين، هندلع فيه ونعمل حاجات حلوة جميلة جدا جدا جدا. عندي خلي بالكوا بقى من الحتة دي، سكر بودرة منخول، لو مش منخول ما ينفعش. 2 بيضة، معلقة صغيرة فانيليا، 500 جرام دقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة سكر بيكربونات الصوديوم، 2 معلقة نشا، الحشو بتاع فراولة بقى، وليمون، سكر بودرة. يعني هنعمل بقى، طب انا بقى هعمل ايه؟ اختراعات كده حلوة يا رب تنفع، يعني احتمال تنفع، بس اهو ايه تشاش. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده الدقيق بتاعي اهو، وده سكر بودرة، ادي سكر بودرة، بيكنج بودر سودا، نشا، اديها شويه ملح عشان يبقى عيش وملح مش كتير اهو، زبده، هو البيض مع ال لا 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 سيبك من الكاسه دي كلها. اذكر الله، هنعمل خبراء. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تعمل فوم ومش عارف ايه وهبظلم بزرع عبد العزيز، ده انت تستنى المفاجاه اللي انا عاملها لك. طب بص بقى يا ستي، اللي انت نسيتي تعمليه انا عملته. دول حبة ليمون، ده سكر بودرة، وادي الهاند بلندر، الله. وكده بنقسط ماي هارت، ونقصت ايه يا باشا؟ ماي هارت. وانا قلبي معاك ثانية بثانية اهو.